الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد، صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه هدية منا إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. اللهم وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. اللهم وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين وسائر الصحابة أجمعين. اللهم وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين وإلى حضرات جميع الأقطاب والأغياث والنجباء والبدلاء وسائر الأولياء والصالحين. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم. اللهم أفض علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وعلى أساتذتنا وتلاميذنا وعلى أحبابنا كلهم من فيوضاتهم وأسرارهم وبركاتهم ومددهم ونصرتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وسائر أقربائنا وأصهارنا وأحبابنا يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم احفظنا وإياهم من جميع الآفات واللاحات والبليات والمصائب والفتن. اللهم سلمنا وإياهم من آفات الدارين، وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا يا أرحم الراحمين، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتحسن أخلاقنا وتوسي أرزاقنا وتشفي أسقامنا وتعافي آلامنا يا رب العالمين. اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. اللهم أحينا حياة العلماء وأمتنا موت العلماء واحشرنا في زمرة العلماء الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، طيب ثراهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن مات منا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وحفظا كاملا. ربي تمم بالخير والسعادة. اللهم ما قضيت لنا من أمر وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لنا بأكمل الوجوه وأحسنها وأجملها وأصوبها، وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآل كل والصحابة أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله عليه، ونفعنا به في الدارين